بقدومك على البصرة ومشاركتك معنا بكأس الخليج 25. أولا صباح الخير على البصرة والبصرة الطيبين. شكرا أولا على حسن الضيافة، شكرا للاستقبال اللي دائما أنا متعود عليه، شكرا للناس الحلوة اللي دائما مبتسمة. البصرة هي ثغر العراق، تستاهل هذا الفرح، تستاهل هذا العرس الكبير. بيوت البصرة أكيد مفتوحة للناس اللي جاتني من الخليج ومن الدول العربية. أتمنى من الله أن يتم هذا العرس على أتم الاستعداد والخير إن شاء الله. إن شاء الله هاي تكون أحلى بادرة للفتح وسع أبوابه، وإن شاء الله الناس إن شاء الله بردنا سلاما على العراق والعراقيين إن شاء الله. أهلا بك.